نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض المدرسين يشرح للطلاب صفة الحج والعمرة، ولكن يقول لا يستوعبون استيعابا جيدا، فهل يجوز أن أجعل في المدرسة مثلا مجسم الكعبة والمشاعر حتى يطبقون ذلك تطبيق عملي؟ قل له لا بأس، بشرط أن يحرم هو أيضا يلبس هذا الإحرام، المدرس يلبس هذا الإحرام، وإذا طاف بهذا المجسم يطبع في الطواف ويرمي في الأشواط الثلاثة الأولى ويجعل حوله مقام، يقول هذا مقام إبراهيم. مش الكلام هذا لا ينبغي إطلاقا. يستطيع أنه يرسم في السبورة مربع صورة كعبة ويقول تطوف عليها كده، أما أن يجعل مجسم هذا في ظني أنه سيجعل العبادات مجرد طقوس وحركات فقط ما لا تأثير بالقلب. فهمت؟ إذا فهمت من كلامي هذا الساخر به، فهمت أنه يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، الحمد لله. هذا هو المطلوب. نعم.